الشيخ راشد كان نبراس ولا يزال نبراس. والشيخ راشد كان متميزا في كل شيء. الشيخ راشد عبارة عن حاكم فذ ذكي، وكان دائما يحرص على إسعاد شعبه، ودائما يحرص على إقامة اقتصاد قوي. وكان أهم شيئين في حياة راشد بن سعيد هما بناء الإنسان وبناء الوطن. وبناء الوطن كان رجل يبني، لا يعرف شيء غير البناء. وكنت أنا يعني بعد ما تخرجت من الجامعة ورأيت الشيخ راشد وتفاعلت بمجلس الشيخ راشد، وجدت نفسي أمام جامعة أخرى في أول حياتي. في أول حياتي وجدت أنها جامعة أخرى غير الجامعة اللي أنا تعلمت فيها وتخرجت تكون منها. أكبر بكثير من الجامعة اللي تخرجت. بكثير جدا جدا. ما كنت أتصور يعني المعلومة التي اكتسبتها في معاشرتي لمجالس الشيخ راشد والعمل مع الشيخ راشد. أولا كان دائما يستشير الشيخ راشد من حوله، وكان إذا استشار اتخذ القرار ومن ثم توكل على الله، ويستمع لأكثر من قراءة أكثر من رأي. نعم. وهنا خصلة الاتكال على الله تعلمتها من هذه الجامعة، جامعة راشد بن سعيد. شاورهم في الأمر وتوكل على الله. إذا عزمت بتوكل على الله. إذا أردت أن تنجح مع الشيخ راشد وأتت الفرصة يجب أن تكون على استعداد. إذا ما تكون مستعدا لتلك الفرصة تفوت، فالنجاح ليس حليفك. أنت بس تكون مستعد. علمنا الاستعداد، علمنا كيف ندير الأعمال بإدارة ناجحة. أنا ألاحظ أنه حرص على دعمك. صحيح. وحرص على التأكد من هذه الشركة أنها قادرة أن تعمل على تنفيذ هذا العمل. بالضبط. وأنت شاب في أول حياتك تجد هذا المشروع. صح. أنا أرى يعني انطلاقة كبيرة. صحيح. بالنسبة هذا دعم قوي يعني. ماذا ترى من أعمال الشيخ راشد ودعمه للشباب؟ أنا أعلم أنه لست أنت الشاب الوحيد الذين دعمهم الشيخ راشد، لكن كيف ترى نفسك والآخرين من هذا الحرص والقيادة، قيادة الشيخ راشد بن سعيد طيب الله وثراه، لكي تصبحوا في هذا المستوى هذه الأيام؟ هو كان مهم بالنسبة للشيخ راشد أن يبني الإنسان، إن كان والله يعني شاب يعمل أو طبيب يعمل أو مهندس يعمل، كانت النظرة يعني فيها عدل، ليس فقط سالم ولكن كذلك في الدكتور فلان والمهندس فلان والدكتور فلان والمهندس فلان للجميع. وهم كثيرين، وأنا ما أريد أقول أسماء حتى ما حد يزعل مني، بس واسم ما أذكره واسم أذكره، فأقول أن الشيخ راشد كان بالفعل ينظر لنا كأبناء وينظر هل لنا هل ك قام بتوجيهك توجيه مباشر؟ نعم، قام بتوجيه مباشر. أولا أني أنا إذا أود أن أعمل أي شيء أن أكون أخطط صح وأنفذ صح، وبالتالي أصل إلى ما أريد. بعدين المهم العلاقة، الأمانة، الصدق، يجب أن تكون صادق، تكون أمين على معاهداتك مع الناس، يجب أن تكون يعني لا تنتظر من أحد أن يساعدك، فقرارك هو قرارك، وبالتالي أنت من تلام، وبالتالي لا تجعل عليك لوم دائما. احرص على الأداء الصحيح. احرص على الأداء الصحيح. أرى وأنت تتكلم أرى أمامي صورة الشيخ محمد بن راشد. نعم. وأجده بالضبط في بنفس المستوى نفس والأسلوب، تخرج من نفس الجامعة. من نفس الجامعة. اي نعم. ويقوم بتنفيذ نفس العمل الذي قام به والده، كان الشيخ راشد بشكل أوسع وأكبر. كان الشيخ راشد في عهد والشيخ محمد في عهد،
لو نتكلم عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كقائد، هو أتى في عصر مختلف جدا، عصر فيه تحديات كثيرة، وهناك نظرة مختلفة من ناحية القيادة. أنا أعتبر الشيخ محمد بن راشد يعني قائد قد درس وتخرج من جامعة الشيخ راشد بن سعيد. فالشيخ محمد بن راشد الآن قد أثبت لنا قدرته على التفاعل مع الأمور المختلفة، إن كانت اقتصادية، إن كانت أمنية، سياسية. إن كانت سياسية، إن كانت مالية، إن كانت يعني رؤيته في وينجح في كل وينجح في ينجح كل عمل يقوم به. بالضبط، لأن أصلاً علمه بني على أساس صحيح وقوي. يقودنا هذا الأمر إلى سؤال، وأنا سألته لعدة شخصيات قابلتهم خلال زياراتي للكويت والبحرين والسعودية. الشباب يحتاجون إلى توجيه. الجيل الحديث نشأ لوحده، لا يجلس في مجالس آبائه ولا أجداده، وقد يربي نفسه بنفسه ولا يتصل بماضي. كيف توجه أو تنصح هذا الجيل بالاستفادة من سيرة الراحل مغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم؟ يعني الجيل، جيلنا الحاضر أمام تحديات كبيرة، والتحديات تكمن في الجيل الجديد في فهمه للقوانين الكونية التي تحكم تصرفاته، إن كانت تجارية أو سياسية وغير ذلك. نحن مع أمة تبني، فبالتالي يجب علينا البناء والاستمرار في هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن كل إنسان يريد أن يتعامل مع المجتمع يجب أن يتعامل معه بطاقة موجبة، معنى أنه يا أخي إذا كان الأمر مثل الشيخ راشد يتعامل بإيجابية مطلقة على طول، وكان يعطيك طاقة إيجابية تلهمك للعمل، تلهمك للإصرار على تنفيذ العمل بطريقة صحيحة. يعني كنا نتنافس على البناء عند الشيخ راشد، كان دائما يقول من يبني أسرع واحد، كل واحد يعطينا أرض يعطينا كذا، يقول يلا سيروا ابنوا بشوف من يبني أسرع واحد، وكنا نتنافس. وبالتالي في البناء، وهو يدعمكم بإيجابيته. بالضبط، عملية صقل، إذا كانت المواهب موجودة صقل المواهب. عن الشيخ راشد، وأتى رجل تاجر إلى الشيخ راشد وطلب من الشيخ راشد أن يفرض ضريبة على نوعية المنتج حتى يستطيع أن ينافس، لا يستطيع أن يبيع. يبيع. فنظر إليه الشيخ راشد وابتسم، قال له طيب أنا أحميك، من يحمي الشعب منك ومن غيرك؟ فأنا ابتسمت حقيقة، وجدت أن الموضوع هو أنه أنت شخص واحد على يعني وتريد الاحتكار، وبالتالي والشعب شو نسوي فيهم؟ يعني نخليهم بس تحت رحمتنا؟ يعني لا، سير فكر بطريقة أفضل من هذه وتعال خبرني شو اللي يصير. نكون متواجدين مع الشيخ راشد في 5 أماكن كل يوم. بعد صلاة الفجر نذهب إلى الشيخ راشد في زعبيل، وحتى الساعة 8 أو حتى الساعة 7 يذهب الشيخ راشد لمعاينة المشاريع المختلفة، فنذهب إلى أعمالنا ونرجع إلى ديوان الحاكم آنذاك من الساعة 12:30 والنصف بعد صلاة الظهر، نجلس معه حتى يذهب إلى الغداء في الساعة 2 أو 3 مساء بعد الظهر، ومن ثم نذهب إلى زعبيل بعد صلاة العصر، ويذهب بعدها الساعة 5:30 يذهب إلى معاينة المشاريع
الأخرى كذلك. فنرجع إلى بيوتنا، وبعد صلاة المغرب نذهب إلى المضيف في جميرة اللي هو الآن بيت الاتحاد اللي فيه العلم الكبير. بعد ما يصلي العشاء الشيخ راشد يذهب إلى زعبيل فنتبعه ونجلس معه حتى 10:30 أو 11:00، يذهب هو إلى داخل البيت كل يوم. كل يوم هذه حياتنا، كل يوم من جيت عند الشيخ راشد إلى أن توفاه الله كنا دائما معه، وهذه كانت حياته وكان دؤوب للعمل. فمرة كنت جالس في مضيف الشيخ راشد، وكان عندي فكرة عن مواقف السيارات والميترات. فكنا نتكلم، كنت أتكلم معه عن كيفية هذا الميتر وما يعمل هذا الميتر، وكيف يعني يحكم المواقف وعملية التحكم في مواقف السيارات. وإذا برجل آخر يأتي فقال لي شيخ راشد خذ جهاز حطه وراء الكرسي علشان يمكن فلان لا يأخذ الفكرة فكان أقضوا حوائجكم بالكتمان، يعلمك ويعلمني يعلمك. هذه معلومة أنا تعلمتها ومن حرصه عليك. أيوة الحصرة. لكن إذا أنت تجيب فكرة للشيخ راشد لا يمكن أن تعطى هذه الفكرة لشخص آخر مهما كان مبلغها وحدثت معك. حماية الملكية الفكرية، جاء واحد عامل الأنفاق اللي اتعملت في دبي اللي هي الأنفاق تحت الساعة، أنفاق نفق المطار، نفق الشارقة، وهذه الأنفاق جابها مقاول من المقاولين المعروفين، ويريد أن يقدمها كفكرة لحل مشكلة المرور في دبي ذلك الوقت. فأنا جيت شفت فقلت للشيخ طيب نزلها مناقصة. قال لي لا يمكن سالم. قلت له ليش يا طويل العمر؟ قال لو أنا طالب منها مناقصة كان الأمر يختلف، لكن هذا الريال جاني روحه جايب لي هذه الفكرة، وهذه ما كانت على بالنا، وهذه فكرته، فبالتالي نتركها لا ينفذها، هو ينفذها. فقال لي أنت ممكن تشتغل لعمل يستطيع هذا الرجل أن يعطيك جزء من العمل إذا حبيت. وبالفعل أنا رحت وكانت عندي أول خلاطة اسمنت في الخليج، أنا جبتها من بريطانيا. أنا أقول في الخليج ليش؟ لأن لم تكن هناك خلاطة اسمنت موجودة في الخليج أنا ذاك، فجبتها وركبتها وجاء شيخ راشد شخصيا شغلها. نعم. وابتدينا نصب الخرسانة، صبينا الخرسانة لكل الأنفاق هذه، وصبينا الخرسانة مع شركة النابودة في مطار دبي للرنوي رقم 2، وصبينا الجداف اللي هو يعني تصليح السفن، وصبينا الاكستنشن لبورت راشد. وكذلك دائما كنت أقول للشيخ راشد يعني كثير من الأشياء هذه الناس يدمرون يقولون والله يعني غرفة مركز التجارة عمارة شنو باها، جبل علي شنو باها، المشاريع الكبرى يا أخي. شو كان رد راشد؟ الشيخ راشد قال لي إن الله هو المعطي وما علينا إلا البناء، نحن نبني بس والله هو المعطي، ونيتنا أن نبني، فبالتالي نحن نعتمد على الله ما نعتمد على كلام الناس. والحمد لله الله أعطانا، وبالفعل على نياتكم ترزقون، والله أعطانا وأعطاه ما كان ينظر إليه ويصبو إليه الشيخ راشد كثيرا، وأعطانا الحمد لله حكم رشيد وحكيم، حكم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. هو يعني نحن كبلد دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة رشيدة، شعب معطاء، بلد فيه بركة في أهله. فبالتالي يعني لما قام الاتحاد وكان الشيخ راشد والشيخ زايد، قام الاتحاد على نية هي نية البناء، يعني في وقت لا شيء ولكن لما صرح في
اليوم الباكر أن دولة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لم يكن هناك كرين اللي هي بولدوزر اللي هي خلاطة اللي هي العالم المهندسين يوم كلهم جو. كل الناس ابتدوا يشدون الرحال لبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.